فرد الصوت رافع سماء إلى عبد الناس في الأرض على ماء الجبل الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله للأمة وتركنا على المحاجة البيضاء إليها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يسكن في سلكها إلا سالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن اتبع منواله إلى يوم الدين أما بعد إن من أبرز صفات المسلم وأحبها إلى الله عز وجل أنه مهما بلغ تقصيره ومهما بلغت ذنوبه فإنه لا يقنط من رحمة ربه فكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة فالمسلم دائما توابا أوابا رجاعا إلى ربه يستضعف ربه ويرجو قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فالتوبة والاستغفار هما دأب المؤمن الذي يريد الجنة يريد تكفير ذنوبه يريد علو منزلته استجابة لأمر ربه توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يكفر عنا سيئاتنا ويدخلنا جنات تجري من تحتها الأنهار وإن من أعظم ثمرات الاستغفار والتوبة أن الله يحب التوابين فالله أخبر عن محبته للتائبين تشجيعا للعصاة والمذنبين على العودة لرب العالمين تائبين منيبين فالله قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومن مظاهر هذه المحبة حلم الله على المخطئ والعاصي فإنه إذا تاب وأناب فتحت له الأبواب بل وفرح به الوهاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على مواحدته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه مقومات حياته وهو في الصحراء على هذه المواحدة وهربت منه والبلد فأيس منها أي من أن يجدها فأتى على شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته أي ينتظر الموت فبينما هو كذلك إذ هي بها قائمة عنده فأخذ بصبابها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة البعض يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل ليبين لنا فرح ربنا بمن تاب إليه ورجع إليه كفرح هذا الذي تبت فيه الحياة بعد أن فقد الأمل فما أرفع حلم الله على عباده وما أعظم فضله وامتلاله ويؤكد ذلك قوله وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا أيها الموحدون أكثروا من الاستغفار اتباعا لنبيكم
بل وتنفيذا لامر ربكم. انظر الى نداء ربك لك في الحديث القدسي: يا ابن ادم انك ان دعوتني ورجوتني وقمت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك علان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. هذا هو ربك ينتظر. ان الله يبسط يده بالليل ليتوب المسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ينتظرك لتتوب وترجع اليه ليفرح بك، ليكفر ذنوبك، ليرفع درجتك، ليمتعك متاعا حسنا. ان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا، اي في الدنيا والاخره. يا عبد الله ان الثمرات كثيره ولا يعلم فضلها الا من جرب. استغفارك يفتح لك الابواب، ينزل لك الرحمات، يرفع عنك النقم والبلايا والابتلاءات. فبادر الى ربك واقبل اليه، فلا زالت الفرصة متاحة، ولا زالت أبواب التوبة مفتوحة. للجنة 8 أبواب، 7 منها مغلقة، وباب للتوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. فبادر قبل أن تبادر، فأنفاسك معدودة عليك، وأعمالك ومعاصيك معدودة عليك. فأقبل على ربك بتوبة تخلص فيها وتندم عليها وتعزم ألا تعود إلى الذنب، وأن تكون قبل موتك وقبل طلوع الشمس من مغربها. وإذا كان في ذنبك حق لغيرك فرده، فإن التوبة والاستغفار متعلق به. فنفذ تلك الشروط في نفسك، وفيما عليك يقبل منك بإذن ربك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.